لا دي نسوان. الله، نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز. مزز ايه ووكسه ايه؟ يا حول الله يا رب، دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي على دار النسوان الارض يا اختي. نسوان الارض يا اختي. يا خرابي، يا واحده كمان نسوانه يا اختي. يا خرابي نسوانه كده. الدور عليا يا اختي. عاملينه للتواليت يا عيني. ايه ده اللي جرى لكوكب الارض؟ هي النسوان نشفت والرجاله طريت يا امي. تعال. انت عفريت. ام الجزمه برقبه واقفه قدامك. تعال. ولاد عمي. انت خايف او النبي يابا؟ انا كبرت وبقيت بخوف يابا. خد يابا والنبي تهزيه. غمض عينك. فتح. يابا انا بلغت يابا. خد يابا. تعال هكسرك. انسى محمر. هكسرك. تموت. تعال هنا. تعال. انا اول مره يطلع لي عفريت. انا اول مره يطلع لي راجل. طب غمض عينك. فتح. هتعرفني. سيبوه. تعالى. النبي والنبي والنبي. تعالى اديك مناخيرك. تعالى. مين اللي داس على الزرار وطلعني من الكاميرا؟ غصب عني يا ربنا. مين؟ انا غصب عني انا. انت وخايف يا عبيط؟ ده انت تشكر ربنا، ده انا هبقى خدامك، هعمل كده احقق لك اللي بتحلم بيه. بس قول لي انا نزلت فين في كوكب الارض؟ في مصر. حياه ابوك؟ او ربنا. اللهم لك الحمد، نزلت بلد الامن والامان. ما تتصورش يا وكيل، كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر. دي أملة. أملة ليا تلاتة قرايبي نزلوا الصومال، طالع عين اللي خلفوه. لا أكل ولا شرب، مرمطة، وبيجيبوهم في الأخبار عريانين بلبوصة يا عين والله. وابن عمتي راح السودان بقاله سنة، دماغه محشورة في الخرطوم، مش عارفين يجيبه، تاه في الخرطوم. طب حد ينفخ من الناحية التانية؟ واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشة راح الواد. والنبي أنا في مصر. والله مصر يا سيدي ورب ربنا. فين الأهرامات؟ الأهرامات أهي. فين النيل؟ أهو النيل. تاكس تاكس. تعال هنا. هجيب لك كلمة نروح أوريك النيل. أوعدك طالما في مصر كل طلباتك هتتحقق، إلا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. إيه هم؟ لا الصحة ولا النسكافيه. اتفقنا؟ نسكافيه؟ الصحة دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. والنسكافيه هتقرفني بقى، هتقعد تقول لي دعكولي شوية، فين المج بقى؟ وأنا مش أهواجي. وأنا ما بحبش النسكافيه. أوعى تهزقني. ما بحبش النسكافيه. أنا ابن ناس فوق. وأنا ابن كلب تحت. اتفقنا؟ تعالى بقى أجيب لك إيه؟ أجيب لك فرنسا تلعب فيها شوية؟ أنا ما بعرفش أتكلم فرنسية. تعالى أوديك الصومال. عاوز تطلعني بلبوصة في الأخبار؟ يا وكيل أنا عايز أوريك قدراتي وأطير بيك. أنت إيه اللي دخلك الكاميرا دي؟ أبويا غضب عليا ورماني سنين وأيام، وأنت اللي طلعتني، عشان كده أنا لازم أبقى خدامك. أنت لطيف قوي يا. الله يفتح عليك. اسمك إيه؟ عفروتو. عاشت لسامي يا عفروتو. الله يخليك. وأمي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت. عفرت. ومدام عفرت، عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله وربنا. هتستظرف على امي شويه. لا والله. وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخليفه. انا حبيتك ابن عمتي اهو. مالك؟ ده عفريت قريبي، ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه، سلم عليه. طب بوس بوس عمه. بوس بوس عمه. في التهبل ده. خلاص انت نزلت فين؟ انا ضمك هنا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت حد انضح. الف مبروك، هجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه، واحد قريبه هيشغله في نعمه. نعمه؟ ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. انتوا شغالين على وسط البلد اليومين دول؟ دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه، ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ نعم. انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا، ممكن تدعك لي ظهري؟ ممكن، بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم وكيل. ها يلا حبيبي. يلا 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 بابا. اسمك عفروت؟ عفروت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي. عفروت احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي. لا ده بتاعي لوحدي. يلا حبيبي عفروت احمد. يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بيضحكوا عليكم يا حبتي. يلا يا
يلا ده حتى من غير سلسلة. احنا الدفعة الجديدة نازلة من غير سلاسل يا وكيل، 14 عفريت بيجربونا. بيجربوكوا؟ أو النبي. طيب حاضر. يلا حبيبي. أيوه هو ده. أيوه أيوه الله. رقبتي. أنت مجنون ولا إيه؟ ليه طيب؟ مش أنتوا ضهركم فوقيه الرقبة؟ زيكم بالظبط. يلا والنبي يلا يلا. وشي وشي لسه شارح لك. أنا أول مرة أشتغل في جسم ملخبط بالطريقة دي. أديني شرحت. أنا عارف لك راس من رجلين. أنا أفهمك والنبي، ظهر اللي في النص. أشتغل هنا؟ أيوه هنا. حاضر. أيوه اتك شوية. أيوه أيوه الله يفتح عليك، الواحد جسمه فك. الله. عارف. إيه يا عم وكيل؟ جريت ليه مالك؟ في عربية زلط قلبت هنا. عربية ايه يا راجل؟ تعال بص بص سلم عليه بقى. غربتك الراجل مات. الراجل ايه يا وكيل؟ انت شفت عفريت قدامك؟ امال يعني شفت هيثم؟ معلش معلش اتكل على الله يا وكيل، احنا بنجمد قلبك عشان ياما ضيوف هتنزل. لا ما تجيبش حد تاني عفرته. خلاص انا اسف. تعال يلا امرني اعمل لك ايه. يلا قول اللي انتوا بتقولوها دي. اللي هي ايه؟ اول ما بتطلعوا البني ادم مش بتقولوا شبيك شبيك عبدك ما بيني يا هو تنزل لك طرزان. ايه ده؟ شبيك ايه؟ شبيك شبيك اللي بتقولوها يا دين النبي، ده انت قديم قوي يا وكيل. ليه؟ دي اتلغت من زمان. لغيتش الشبيك شبيك؟ دي كانت ستي بتحكيها لنا احنا عفاريت صغننه كده. والله اتلغت. لغيتوها؟ دلوقتي ما بننزل على بني ادم نقول له انجح اسود منظر اؤمر واتقنعر، ايه رايك؟ طب والله يا احلى من شبيك شبيك. صح صح. يلا واحده الجعس. طب والنبي اديني واحده الجعس بس. لقمه جعان جعان والنبي. اي لقمه؟ جعان؟ اه والنبي. طب ما كانتش في القطر وانت جاي ليه؟ والنبي جعان. جعان؟ حاضر اشوف لك حاجه في الثلاجه. لا استنى. هاي 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 كانت التلاجة بالقعدة بتاعتها. دايما عامر يا وكيل اكل زي ايه ده؟ ايه؟ ابعد شوية. في ايه؟ هبولة. طب الحمام قريب. لا مش دي هبولة. لا عشان ما تعملش ايه. بقول لك هبولة. ابعد ابعد يا با. صحة يا عفروت. الحمد لله الحمد لله. مين بينازع جواك ده؟ دي بطني انا. تعالى تعالى ممكن كوباية شاي؟ اجيب لك كوباية شاي. اقول لحضرتك حاجة؟ انتوا عندكم سخان هنا؟ اه 100 لتر. 100؟ يا فرج الله. ايه ايه استنى. ايه 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 جيب السخان البانيو. حجمه مش قد معدته ابدا. شاكرين على الشاي يا عم وكيل زي الفل. يا ساتر يا رب. في ايه؟ هبولة. هتبولة انا اعمل ايه؟ هبولة. الا يا هبولة. صحة يا عفروت. انت بلع خلاط. خلاط ايه؟ ايه اللي بيقلب جوه ده؟ انا بلعت التلاجة والسخان. ايوه. ايه؟ عفروتو عمر. بمناسبة التلاجة والسخان اللي كلتهم يا حبيبي. اه. تجيب لي غيرهم اصل انا واولاد عمي شركة. طب انا النهارده ذمتك. شركة فيهم. في واحد يطلع له عفريت يقول له تلاجة وسخان، انت موظف. ايه لا ده؟ لا ما اقصدش. لا في ايه؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ هو ده المحمول بتاعكم؟ اه ده ماركة فوشيا؟ الو الو يا حاجة امي بتطمن عليا. يعني جاي رحلة؟ يعني انت عاملة ايه؟ انا في مصر. التليفون ده بتاعك يا وكيل؟ ايوه. شكله حلو قوي. بقول لك ايه يا امي؟ اقفلي وانا هكلمك عشان الفواتير. ها؟ اقفلي. الو. يا نهار اسود الشبكة زبالة فوق. انتوا كمان؟ والله ممكن اكلم من تليفونك؟ لا لا اطلب من ده. لا ده باص خلاص. ليه هو مرة ويترمي؟ والنبي دقيقتين. ده ما يستحملش. هطمن على الحاج. الكارت بتاعه ما يستحملش. شاكر قوي. الو. هاي يا امي عاملة ايه؟ نزلت قلت نايمة ما حبيتش اقلقك. خلص خلص. لو سمحت انت لسه هتقول لها نايمة وصاحية. خلص. خلي فيه ذوق. تكرر دقيقة. هاي يا حبيبتي اقمري. يلا خلص. بقول لك خلي فيه ذوق خلي فيه ذوق. عشان ما اقلبش عليك. ايوه حاجة. أصل انا عاوز اروح ابولا. دي واحد اقمري كحلي. بقولك ايه يا وكيل؟ نعم. عندكم محل بيبيع عبايات شيك كده؟ يامك عاوز تعمل شوبينج عندنا؟ وانت مالك يا امي والله امك؟ امك انت بس خلص. حاضر. ايوه حبيبتي حاضر. ايه؟ لا فلوس ايه؟ انا لسه ما اشتغلتش. والله ما معاك. طب خلاص هتصرف. هستلف من الكفيل اللي نزلت عنده، راجل طيب قوي. كفيل ايه؟ كفيل ايه يا اخويا؟ هو انا كنت بعت لك تأشيرة؟ ده انت نازل عليا زي القضل مستعجل. وخلص التليفون. بكلم امي. امي وده تليفون امي. امي انا عارف انت جاي منين ودي لغايه عندكم بكام. يا وكيل الو. هيا حاجه
ايه ده جرس الباب اتصلح؟ طب افتح افتح. انت لسه هتستنى لما تفتح الباب؟ شوف مين داخل على ام الوليه بطولها يا وكيل. يعني حد هيأذيها؟ ما انت ممكن تاكل اي حد. الو انت فين يا بنت صايع بقالك اسبوع؟ مين دي؟ سهير اخت. اختك اسمها سهير؟ اه سهير. اقفلي يا ست سهير. ايه ده؟ ايه الاحراج ده؟ ايه 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 ده؟ بتحرجني قدام عيلتي يا وكيل. ايه اخره الخدمه اللي عملتها؟ ايه ايه حد بولع؟ لا حاجه تانيه. امال ايه؟ ما انت نازل تبولع وطالع. يا بابا يرحمك الله يا عفروتو. ايه وكيل تعالى مالك؟ انا بقول استنى بره لغايه ما تنضف خالص ونقعد مع بعض. يا راجل دي شكليات. يلا عشان اسعدك بقى. يلا التليفون. الحمد لله. رد بسرعه يلا. الحمد لله لسه شغال. الو مين؟ عفروتو مين؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ يا خلاص ترشت؟ اديت نمرتي لحد؟ لا تلاقي النمره طلعت لامي اديتها لحد من اصحابي. شوف مين. ما فيش امك تتصرف من مزاجها ليه؟ انا اسف. شوف مين. طيب شوف مين. اشوف هي ايه؟ هي مساله شوف مين؟ ما انا شوف مين. مساله ان التليفون اتعفرط كده. ما تخافش اصلحه لك. بس شوف مين. شوف مين. مين بيتكلم؟ مين؟ عذراء قوت. كيلو كيلو قوله بيتغدى. قوله كلمه بعد شويه. هو انا خلاص بقيت شغال عند اهلك؟ والواد ده والنبي انا واخد منه خلاط بالقسط وبقالي 3 شهور ما دفعتش. يا لهوي. واخد خلاط بالقسط ونازل تسعدني. حياتي الشخصيه حاجه وشغلي حاجه. والنبي يا وكيل. ها والنبي اعمل ايه؟ قوله راح لحسن. قوله راح لحسن. حسن مين؟ قوله اي حاجه. والنبي يا اخ عذراء قوت ما تطلبش النمره دي تاني. مفيش حد بالاسم ده عندنا. وادي التليفون. حصل خير. حصل خير. تعال تعال اقعد بقى عشان ايه نبدا السعاده. ايوه هتقولي. ايوه ايوه اسمه الوكيل. مصري؟ امال يعني من بوركينا فاسو؟ انا مش عايز غلبه. مصري؟ ايوه مصري. بص قدام. مصري. امك عايشه؟ ماتت. ابوك عايش؟ مات. حد من خلانك عمامك عايشين؟ ماتوا. في حد تعرفه عايش؟ صدق ماتوا. تحب تروح لهم؟ ليه؟ امال قاعد لوحدك بتهبط ايه؟ وانت مالك؟ وانت بتصرف عليا قاعد على دماغك؟ لا اللي تحب هو ده اللي قدرت عليه. تحب تروح لهم؟ تعال اسمع. انا لو كهربت نفسي اروح لهم. ايه اللي مشكله؟ بعد الشر دي بينات روتين. بص قدام. ايوه انجعس وتمنظر اؤمر وتأنعر. نفسك في ايه؟ نفسي؟ نفسي انا نفسي في حاجات كتير كتير قوي. بس انا مش عاوز حاجه لنفسي. مش معنى كده ان انا بنكر ذاتي. لا انا برضو عايز 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 اسدد ديوني. عاوز اصلح اقتصادي. بس دي حاجه كلها مقدور عليها. انا ممكن اعملها. اللي مش قادر عليه هو هم الكبير. ولاد عمي عيلتي الحقيقيه نفسي اظبطهم اصلحهم اخليهم بني ادمين حقيقيين. ده انا ولاد عمي دول لو اتحدنا مع بعض وكنا واعيين وفاهمين وحابين بعض هنسود العالم كله. هتسود ايه؟ هتهبد ايه؟ ايه الرغي ده كله؟ ليك طلبات واحده واحده. اول طلب صلح لي عيلتي. وانا سباك نازل لك. ما تتكلم عادي اليوم. طب خلاص خلاص هات فلوس وانا اصلحها. عايز فلوس؟ ايوه. ولا اوكيه. نعم. انا بعون الله هملى لك القصر ده كله فلوس. هنا دولارات، هنا استرليني، هنا ين ياباني. وحيد العمله. كله جنيه سوداني. وحيد الله. عايز حاجه غير الفلوس؟ دولارات. باي باي. دولارات. دولارات. هيملى القصر كله فلوس. السلام عليكم. جبت البنك قافل. بنك ايه؟ البنك بتاعك. واحد قال لي بتقفله من السبت. عامل لك ايه؟ انت مالك ومال البنك لا مؤاخذه؟ راح اجيب لك فلوس والله. انت راح تجيب لي قرض من البنك؟ كاش بس قافل. مش انت عفريت برضه؟ وابو العفاريت. يعني تدخل من الحيط تطلع من الارض تنزل من السقف. فكرت اكسر البنك بس خفت عليك. وخفت عليا انا ليه؟ يا ابني انتوا هنا عندكم بوليس ونيابه. يا عم انت مالك ومال البوليس والنيابه؟ قال لي انا مالي. ما انا لو اتمسكت في التحقيق مع اول قفا اقول اسمك. هو انا نازل اتحبس عندكم؟ ايه العفريت العايل اللي طلع لي ده؟
انت هجيب سيرت انا يا عم؟ افهم، لو جاتلك ثروه والبنك قافل كل الناس تشك فيك، تعال ننام ونسحب براحتنا، اجيب لك اللي انت عايزه. فكر فيها، فكر، ده سواد الليل. مش متظبطه في دماغي، بس من هنا لبكره مش هتفرق. طب هننام على طول ولا نلعب اي حاجه بقى؟ احب اجيب كوتشينه لسعادتك اسليك. تعالى اوريك لعب العفاريت. إيه؟ بقى اقعد تعالى. ولو كيف نعم. في حد في اصحابك طرف السماء قبل كده؟ ها فوق. ايوه انا هاخدك دلوقتي اطير بيك. ها؟ لا يا عم يا جدع تقول مين؟ دي شغلتي الاساسيه فوق، ما تخافش. هي رحله حلوه بس ممكن أعرف. والله ما تخاف، بس خد عليك حاجه تقيله عشان الدنيا برد. يلا اوعى منك والنبي، دفي نفسك بس. اوعى منك، ما تخافش. ايوه اطلع. ايه المنظر ده؟ انا واخد سفراجي معايا، القرف ده. انت طالع تحلق دقنك عندنا فوق؟ يا سلام، شكلك وحش. طب اعمل ايه؟ لفها كويس عشان الدنيا برد. برد برد. ايوه اطلع يا ابني. هو انا طالع انا وامي؟ اوعى. سيب دي، هات ايدك، هات ايدك. ايوه السلام عليكم. واو لو سمحت. مين واو ده؟ واو ده المدير اللي بيخلص كل حاجه. لا والله. واو قول له عفروت. مساء الخير يا واو، انا جاي انا واحد صاحبي راجل طيب قوي يا واو. مساء الخير يا سي واو. ايه الغلاسه دي؟ اوعى تتكلم يأذوك. ايوه واو الراجل ده اكرمني، عايزين نرد له الواجب بقى. بتشرب ميه نار؟ ايوه كاسين. ايه؟ خلي النار لوحدها. ايه اللي انت ما بشربش حاجات دي يا سيوه؟ طب قول يا راجل. طب بقول لك ايه، وضب له عشا. طب بتاكل حمير؟ ايوه. حمارين؟ لا لا حمارين. لا انت بتجيب الحاجات دي منين؟ لا اول ما توصل لازم تاكل حمارين. لازم؟ لازم. خلاص يا سيوه، واكل واحد واركب واحد. بقول لك ايه واو، شكله صاحب مزاج، اعمل لنا سهره من بتوعك بقى. انت بتتكلم بجد؟ ايه ده انت محظوظ قوي. قال لك ايه والنبي؟ انت عارف هو هيسهرك فين؟ فين؟ في الاوزون، وهيعمل لك ترابيزه على الخرم بالظبط. هتسهر في خرم الاوزون اللي بتشوفوه في النشره. متشكرين يا سواء قوي، متشكرين قوي قوي قوي. ان شاء الله مردود لك، اول ما تزورني هشوف لك اكبر خرم احطك فيه. والله ما هسيبك من غير خرم خالص. انت هتنورنا في خرم الاوزون. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي سواو يشوف لنا بنتين حلوين يسهروا معانا على الترابيزه اللي في الخرم. خلي نيتك حلوه بدل ما نولع في السكه، احنا على سفر. شكلك صايع ها؟ ايوه ايوه واو. ايوه جايين شخصين. كام؟ عين. هات 300 جنيه يا استاذ وكيل. يا حاج وكيل. ايوه 300 جنيه لو تكرمت. اللي هما بتوع ايه دول؟ رسمة طلوع. هو خرم الاوزون ده بتاع جوز اختك؟ هو مش سواو عازمنا؟ لا سمح لك. لا عازم يا سواو. مساء الخير. ايه ده؟ هات يا 300 جنيه. ايوه بس كفايه 100. هو انا موديك القناطر. ها؟ خلاص. كام دول؟ دول 500. حلوين. ده كل اللي حلمتي. ما انا هصرف عليك في السكه، مش هريح في طنطا تشرب. طنطا؟ واحنا طالعين الخرم بميكروباص؟ يا حبيبي اقعد، دي اسرار. ايوه ايوه جايين. هات ايدك يا وكيل. بسم الله. بقول لك ايه؟ ايه؟ من هنا على الخرم بقى. هزور امي بس. لا معلش، حط لنا انا في الخرم وروح اعمل اللي انت عايزه. انت مش عارف بيتنا في وش الخرم. يا عم بالفلوس يا عم. حاضر انا عاوز اقضي اكبر وقت في الخرم ده. احنا هندلعك. ايوه شخصين. شخصين. واحد اقرع وتاني بشعر. لا مش اقرع قوي، اقرع نص لب يعني كده. اوكي يلا جاهزين. من الشمال. الشمال. بسم الله. جاهز؟ جاهز. واحد. واحد. اتنين. تلاتة. عبرتو. ايه؟ العصافير بتدخل المناخير. عبرتو. ايه؟ النبي على بالك يا عم، انا ما طلعتش المشوار ده قبل كده. على مالي ايه يا ابن الفشار انت؟ الله ايه ايه؟ يا استنى استنى. ايه؟ عبرتو. ايه؟ هرجع. 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 ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ لسه ما خرجناش من المطار. ما تقول لي روحك، امال ايه بقى؟ ده انا قلت انت طلعت سبتني لوحدي، الله يخرب بيتك. ده انا قلت اسليك وانت سايق عشان ما تنامش في السكه. واحنا طالعين بعربيه ناقله، نام فين؟ هات ايدك، احنا ما طلعناش. الخرم قفل؟ لا يا وكيل ما طلعناش خالص. طيب هات الفلوس. فلوس ايه؟ اللي خدتها اللي هم 500 جنيه. فلوسك انا بعتها خلاص. وبعتها ليه؟ بعتها. انت بني ادم ما تشوفش، بعتها. ايوه انا ما بسالش اشوف ولا ما اشوفش. أه؟ تبعتها ليه اذا كنا احنا ما رحناش؟ ما تخافش اتكتبت لك طالعه. واحنا ننصب عليك، اتكتبت في اي وقت. خد شنطتك واطلع تلاقي اسمك على الخرم، خش في الخرم.
والله اسمي في الخرم، اخش في الخرم على طول على خرم الاذون يستقبلوه. يا عم انا مش طالع المشوار ده. وانا بقول لحضرتك اتكتبت لك طلعه. هي طلعه رجب اللي اتكتبت لي. انا مش طالع، اديني مشوار، اديني فلوس. طب اطمن عليا، ده انا وقعت في الارض. جرالك ايه؟ بعد عنك جالي تروكه. وايه التروكه دي؟ التروكه ده نوع من انواع الحساسيه بيفقدني كل قوتي. بيفقدك كلها يا وكيل؟ طب الحمد لله انها جات لك واحنا لسه على الارض. ليه؟ ما لو جات لك واحنا فوق انا ربنا يكفيك شر المرض يا رب. وما تعالجش منها ليه يا ابني؟ رحت القصر العيني وانت مرداش، وابو الريش ما حلتش. عفريت ده من الاولى اللي ولا حكايته ايه؟ ابو الريش ايه يا عم؟ ايوه، وفي الاخر الدكتور قال لامي دي كريزه وبتعدي، سببها جواز القرايب. انت ابوك وامك قرايب؟ اخوات. ايوه. ايه مالك؟ ابوك متجوز اخته؟ اه، ابويا يبقى ابويا وخالي في نفس الوقت، وامي تبقى عمتي. انت عارف يا وكيل لما ابويا يضربني ويقول له روح بات عند خالك، أيه، انام جنب ابويا عادي ولا كان حصل حاجه. اه. وانت بمين في العيله دي؟ انا اصغر واحد، عندي 3 سنين بس. اه انا قلت انك عيل. صح. انا